إذن مؤخراً ارتفعت معدلات الجرائم في العراق نتيجة غياب القانون وانفلات السلاح وسطوة الميليشيات والأحزاب وانتشار الفساد بمؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية. هذا ما يتناقله نشطاء عراقيون تحدثوا عن حالات قتل طالت سائقي دراجات التوك توك في قضاء الحسينية ببغداد مؤخراً، لنستمع إلى شهاداتهم. شلونكم الشباب؟ الحمد لله. سمعنا هاي صار تقريبا اكثر من شهر اكو تسريب على التكاتك وجاي تعانون، راح اجيكم بالسره واحد واحد. واخر حادثه الباحه صارت، انا كنت موجود بحماد الشاب، واحد مسلبينه بس ما طاح ضاربينه حتى بعينه بسكينه وظهره. صحيح. فانت عندك تكتك؟ ما انا عندي تكتك. ايه بس مطيه هسه. زين زين، شنو يعني صرت قمتوا تبندون من وقت تخافون منه؟ من وقت الساعه بالسبعة يعني ربعنا. والله يعني مدينتي اني وهاي ناسي وهاي واخاف شو سوى عمي؟ يعني والله العظيم جت تكروه، قلت لك قبل شوي الحماد الشاب 5000 ما حد راح، يعني العالم تخاف. اي طبعا يقول لك هذا على طريق المرور. وهاي انت؟ والله عندنا بعد تكتك. اكو صارت عندكم حادث هنا؟ صحيح صار. انا هاي بخطكم هنا الشاب اي هذا السويعدي؟ السويعدي رحمه الله على روحه. الله يرحمه. اخذنا على شارع المرور هناك مسلمين. زين يعني شلون بالله فهموني اكو حل مثلا؟ نريد حل من طالب الجهات الامنيه بالضبط. حسنت طالب الحكومه يسوون لنا حل. ليش هاي الشباب يعني